بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتابع بتلاوة سورة المدثر. كنا قد وصلنا إلى الآية 31، ونبدأ الآن بإكمال تلاوة الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. إذن وصلنا إلى الآية 47 من سورة المدثر، وأتمنى على جميع الطلبة مراجعة التلاوة عدة مرات لإتقان التلاوة ومحاولة حفظ الآيات، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون في ميزان حسناتكم وحسناتنا وينفع بكم الإسلام والمسلمين. سأعيد تلاوة الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. صدق الله العظيم. إذن وصلنا إلى الآية 47 من سورة المدثر، وأتمنى على جميع الطلبة مراجعة تلاوة الآيات ومحاولة حفظها، ونسأل الله العظيم أن يكون في ميزان حسناتكم وحسناتنا وينفع الله بكم المسلمين، وجزاكم الله خيرا، وإلى اللقاء في الجزء الأخير من سورة المدثر.